راديو نيل. لسه معاكم في العيلة. منورني في الاستوديو دكتور تامر سمير، منسق مبادرة السيد الرئيس للقضاء على أمراض سوء التغذية، الأنيميا والسمنة والتقزم. مساء الفل، ازيك يا دكتور؟ مساء النور. منورني في البرنامج، ويعني مبسوطة أنك معايا النهاردة، لأنه ناس كتير الحقيقة مشغولة من امبارح بتصريحات سيادة الرئيس وهو بيفتتح مدينة سايلو فارم أو المدينة الغذائية الجديدة، التصريحات الخاصة بالأطفال وصحة الأطفال في مصر. فوقفنا عند الأرقام وقلنا حضرتك لازم تكون موجود معانا النهاردة تقول لنا وصلنا إزاي للأرقام دي. يشرفني يا فندم. مرسي لحضرتك. ونبدأ بالمبادرة، يعني المبادرة اللي من خلالها توصلنا الأعداد المصابين أو اللي تم اكتشاف الإصابة بأمراض السمنة عندهم أو أمراض التغذية عندهم في مصر. تمام. هو احنا سيادة الرئيس وجه ببداية المبادرة كانت سنة 2019 بعد الانتهاء من ناجح الحمد لله من القضاء على فيروس سي، وده كان طبعا إنجاز كبير يعني مبروك على مصر كلها. تلاحظ وجود نسبة كبيرة من الأطفال عندهم أنيميا وسمنة وتقزم، والثلاث أمراض دولت بيبقوا نتيجة مباشرة للتغذية السيئة. وكان عشان نحل المشكلة لازم تتحدد على وجه الدقة، فابتدت المبادرة ديت وكوننا فرق حوالي 1800 فريق نزلوا في محافظات مصر كلها، وعملنا مسح كامل لطلبة المرحلة الابتدائية من أولى لستة ابتدائي. المبادرة بدأت 2019 فبراير 2019 بالضبط، واترسم خريطة صحية لمصر حددنا فيها نسب الأنيميا والسمنة والتقزم والمحافظات الأكثر احتياجا. وكانت الخطوة اللي بعد كده اللي وجهت بها معالي الوزيرة دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بعمل خطة متكاملة لحل المشكلة ديت، وبدأنا ان احنا بنحلول الأطفال لعيادات التأمين الصحي. هناك كان بيتعمل لهم إعادة فحص شامل تاني، وبيتحط لهم برامج علاجية، وبيتلقوا العلاج بالمجان. طب احنا هنرجع لخطوة خطوة. عدد الأطفال المدارس اللي اتطبق عليهم المبادرة قد ايه؟ العدد الكلي قد ايه؟ يعني في المرحلة الابتدائية اللي بدأنا بيها قد ايه؟ بصي، هو المبادرة بتستهدف في المرحلة الابتدائية تحديدا من أولى لستة ابتدائي. في خلال الثلاث مراحل المبادرة احنا فحصنا حوالي 25 مليون ونص عملية فحص للطلاب. ده احنا بنتكلم في رقم، يعني رقم ضخم في دول هنا. رقم ضخم جدا. وكانت النسب العامة احنا كان عندنا في الانيميا 23% من الطلبة لقينا ان عندهم انيميا، و13% من الطلبة، وده رقم مش صغير، عندهم سمنة، وكان التقزم 3%. تمام. دكتور تامر، المبادرة يعني اتقسمت لمراحل. السنتين اللي فاتوا تحديدا من أصعب السنوات اللي مرت على العالم كله، مش على مصر بس، لكن دايما كان بتقف قدامنا مشكلة كورونا. هنجمع أعداد كبيرة في مكان واحد إزاي؟ هنقول الطلبة روحوا على عيادات خارجية إزاي؟ تصرفتوا إزاي في الموضوع؟ بالضبط. هي الكورونا كانت يعني مفاجأة لكل دول العالم، وفي أنظمة صحية لدول كبرى انهارت خالص، لكن إحنا عندنا الحمد لله هنا بفضل الله أولا، وفضل وضع سياسات للتعامل مع الجائحة. كانت التعليمات واضحة باستمرار تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، زيها زي بقية جوانب الحياة كلها في جمهورية مصر العربية. اتحطت معايير للشغل بمراعاة انتشار العدوى، وان احنا كنا بنتعامل مع عدد محدد من الأطفال رغم قدرتنا ان احنا نزود عمليات الفحص، لكن كانت التعليمات واضحة ان لا، نشتغل على عدد قليل عشان نمنع التكدسات. اتوفرت كل مستلزمات مكافحة العدوى، اذا كان كحول او جوانتيات او ماسكات، كان كل شيء مترتب الحمد لله، وكانت التعليمات واضحة باستمرار العمل. وكان في رغبة حقيقية لأولياء الأمور خصوصا في قطاع الريف، ان هم كانوا عايزين يطمنوا على الأولاد، وكان في إقبال حقيقي. والحمد لله يعني احنا آخر سنة ديت رغم ظروف الجائحة تمكننا من فحص أكتر من 8 مليون ونص طالب وطالبة في جميع محافظات مصر. الحمد لله. أنا عارفة أنه يعني بما أننا يعني كلمنا على أولياء الأمور، أن أولياء الأمور كان مطلوب منهم أنهم يسمحوا لأولادهم بإجراء الكشف. بالزبط. هل الموضوع ده كان مطلوب فعلا من الكل؟ يعني الإجراءات نفسها ما بتتمش غير بموافقة ولي الأمر؟
بصي، هو كان أول سنة يعني لقينا شوية يعني استفسارات من أولياء الأمور، وكان في تخوف ده هيحقنوا ابني بحاجة، ده معرفش إيه. لكن مع الوقت عرفوا إن هي عملية فحص، وإن إحنا مش بنحقن حد بحاجة من غير أولياء الأمور. وكان يعني معالي وزير الصحة اعتبرت إن ده جزء من إجراءات التأمين الصحي، ومش محتاج يعني اللي هو الكونسنت بتاع أولياء الأمور. وكان الأمور ماشية يعني بالعكس، احنا بدل ما احنا كنا بنطمنهم كانوا هم اللي عايزين يطمنوا طبعا يعني صحة ولادهم في النهاية يعني. بالضبط يا فندم، وثقة في الجهاز الصحي في مصر طبعا. طب بعد ما بنعمل ده الإجراءات بيبقى شكلها عامل ازاي؟ هل مثلا بيكون معاهم حاجة زي بامفلت أو ورقة مدون عليها ايه اللي تم وايه اللي وصلنا له، والعلاج هيكون شكله عامل ازاي، ويتوجهوا لأي منطقة أو أي مركز طبي؟ هحكي لحضرتك كده سريعا على عملية الفحص، وهيكون فيها إجابة للسؤال بتاع سيادتك. هو الطالب بيبقى في المدرسة بينزل للفريق المختص بيه، بيبقى في شخص ممرضة وفي مقدم خدمة صحية وفي مدون بيانات. بعد عملية الفحص اللي هي بتبقى بمراعاة جميع معايير مكافحة العدوى، الطالب بيستلم كارت في إيده بيكون فيه اسمه وبيكون فيه التفاصيل بتاعة عملية الفحص، وبيروح على كده خلاص. الجزء التاني بقى ان احنا في خصوصية تامة، احنا عندنا قاعدة بيانات لجميع الطلاب اللي اشتغلنا عليهم، مدون فيها رقم تليفون ولي الأمر. بيتم الاتصال بولي الأمر تليفونيا في خصوصية تامة عشان ما يبقاش الموضوع على المشاعر ويأثر اجتماعيا على أي طالب. بيتم اختار ولي الأمر عن طريق رقم التليفون بالتوجه للعيادة اللي ابنه مربوط عليها، وهناك الولد لما بيروح بيتعمل له إعادة فحص من أول وجديد، وبتحط له برنامج علاجي. هي دي الدورة بتاعة العمل بالنسبة للطلاب يعني. هو احنا عندنا أسئلة كتيرة جدا، من ضمنها طبعا المحافظات، الأعداد هل بتختلف مثلا من محافظة للتانية في أمراض التغذية، سوء التغذية؟ يعني ممكن أقول مثلا الجيزة غير شمال سيناء مثلا، هيبقى فيه اختلافات أكيد يعني. اسمحي لي أستعرض مع حضرتك سريعا أعلى ثلاث محافظات في كل مرض. يعني إحنا كان عندنا بالنسبة للأنيميا الأعلى على الإطلاق كانت محافظة البحر الأحمر، يليها الوادي الجديد، يليها أسيوط. بالنسبة للسمنة لو بصينا هنلاقي الإسكندرية كانت الأعلى، وبعدين دمياط، وبعدين القاهرة. التقزم هنلاقي الأعلى كان في مرسى مطروح، ثم أسوان، ثم الإسماعيلية. طبعا ده كان بيبقى له أبعاد كتيرة قوي، بتتأثر بالمستوى المادي للمحافظة، بتتأثر بالثقافة التغذية في المحافظة كده يعني. طب أنا هرجع أسأل حضرتك تاني بقى على فكرة أمراض سوء التغذية، يعني لازم يبقى لها أسباب ولازم يبقى لها، وهو بقى التصريحات الخاصة يعني والتصريحات سيادة الرئيس امبارح كانت على علاج المشكلة دي هتكون ازاي، لأنها ظاهرة يعني واضحة ومنتشرة ومخيفة بعض الشيء. لكن اللينك اللي جاي على طول فكركم 153 رقم الاس ام اس، و 3835316 رقم التليفون اللي عنده أي سؤال عن المبادرة يقدر يكلمنا أو يتواصل معنا برضو عن طريق الفيسبوك فان بيج نغمة في أم بالعربي وبالإنجليش. اسمع إذاعة راديو النيل، ميجا اف ام، راديو هيتس، نغم اف ام، وشعبي اف ام في أي وقت وفي كل مكان. دور على أبليكيشن NRC من جوجل بلاي أو أب ستور واعمل له داونلود علشان إذاعة راديو النيل تفضل دايما معاك. لسه معاكم في العيلة، لسه معايا في الاستوديو دكتور تامر سمير، منسق مبادرة السيد الرئيس للقضاء على أمراض سوء التغذية، الأنيميا والسمنة والتقزم. دكتور تامر، يعني وإحنا بقى خلاص بعد ما طرحنا الأرقام دي وقلنا الأعداد الحقيقية والمحافظات اللي فيها يعني انتشار كبير لأمراض سوء التغذية، يعني واضح إنه ثقافة التغذية عندنا فيها مشكلة كبيرة. الأهل دايما بيبقوا يعني حريصين أكتر على صحة أطفالهم، لكن واضح برضو أن الجزئية دي كمان فيها مشكلة. مشاكل سوء التغذية في مصر أساسها إيه؟ خلينا كده نختصر الأسباب لسببين رئيسيين. واحد متعلق بالثقافة بتاعت التغذية، زي ما حضرتك كنت بتتكلمي أن كم نشويات كبير، لا كل كذا، ده جزء. وفي عندنا بعد تاني اللي هو بيبقى البعد المادي، في بعض مناطق بيبقى أهالينا يعني شوية مش موفرين ما يلزم عشان الطفل يتناول ما يلزمه انه ينمو بشكل صحيح، وده اللي كان سيادة الرئيس امبارح بيتكلم عنه وفتح
مدينة صناعية متخصصة لتوفير الأغذية، واتكلم عن إطلاق مشروع التغذية للطلبة، وكان بيركز على أن مش بس المحتوى هيكون كويس، لكن كان ركز على أن الشكل كمان يكون كويس عشان الطالب وهو بياخد الحاجة، تقديم الوجبة نفسها بالضبط، الشكل والتقديم يبني في شخصيته الانتماء للوطن ويحس بأهميته. ودي نقطة يعني تتحسب لسيادة الرئيس انه بيتناول حتى أدق التفاصيل اللي بتخص الطلاب. احنا بالفعل يعني بقالنا 3 شهور بنحضر لموضوع التغذية دوت، وتم التنسيق بين أكتر من جهة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، والمعهد القومي للتغذية، واستفدنا بالخريطة، خريطة البيانات اللي حصلنا عليها من مبادرة مليون صحة، في ان احنا نحط قصادها خريطة موازية، خريطة تغذية، بحيث ان احنا عارفين دلوقتي المحافظة الفلانية فيها نسبة انيميا مرتفع، فهيتوجه لهم تغذية فيها نسبة حديد مرتفع، المحافظة الفلانية فيها نسبة سمنة مرتفع، هيتم مراعاة دوت وتقديم وجبات ليها سعرات حرارية منخفضة، وهكذا. طب يعني الدولة بشكل عام أطلقت مبادرات مختلفة، ويعني قامت بالدور اللي عليها، وإن شاء الله هيتم تنفيذه يعني على أكمل وجه الفترة اللي جاية. البيت مطلوب منه إيه؟ المدرسة مطلوب منها إيه عشان تغير ثقافة التغذية دي عند الأطفال؟ تمام، استكمالا لكلام حضرتك، زي ما الدولة قامت باللي عليها في توفير الوجبة، وإن شاء الله برضو هيكون في دور تاني للدولة في نشر توعية بخصوص التغذية لكل الناس مش للأطفال بس، لأن زي ما سيادتك بتقولي لازم البيت يكون عنده ثقافة تغذية سليمة لاستكمال ما يتم بناؤه في المدارس. وتم التنسيق بالفعل مع المجلس الأعلى للإعلام والجهات المعنية، وإن شاء الله الفترة الجاية هيكون فيها نشاط ملحوظ وتغيير للثقافة دي إن شاء الله، زي ما هي مصر كلها بتتغير في كل المجالات للأحسن إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. الحقيقة أنا بسأل حضرتك عشان عندي مشكلة في البرنامج نفسه، حلقات كتير بنخصصها للتغذية، تغذية الأطفال وأهمية العناصر المختلفة، العناصر اللي لازم تدخل جسم الطفل بشكل يومي، وإيه اللي نحاول نزوده في مثلا في المراحل العمرية المختلفة بالنسبة للأطفال، لكن بتلاقي دايما ردود الأهل يعني غير متوقعة، يعني والله أنا خلاص ابني عودته على حاجة معينة، أو أنا ما عنديش وقت إن أنا أبقى موفرة الأكلات دي في البيت بشكل يومي، أو دايما في أعذار على إن الأكل ده حاجة كده رفاهية، مش شيء أساسي في اليوم. تمام، كلام حضرتك مظبوط 100%، كل المعوقات دي إحنا بنقابلها، لكن خلينا نرجعها لأن مفيش ثقافة تغذية سليمة. يعني الأم ديت اللي ابنها قصير شوية وعنده تقدم، لو أدركت أن الأسر القصر القامة دوت مش نتيجة خلل هرموني، ده نتيجة نقص في عنصر الزنك، وأن شوية عنب أو موزة هيحللها المشكلة، أكيد هتخاف على ابنها وهتبتدي تغير طريقة التغذية. التقدم دكتور تامر، يعني بما حضرتك ذكرته دلوقتي، يعني بيتم اكتشافه إزاي؟ بصي، هو التقزم من الحاجات اللي محتاجة يعني مختص عشان يكشف على الطفل، مش هقدر أقولك ليها تعبير عام، لكن الطفل لما بيكون بيتحدد على أساس العمر، وبيتحدد على أساس الطول، وبيتحدد على أساس طول الوالدين، داخل فيه عوامل كتير قوي وليه معايير قياسية بيعرفها المختصين، لكن طبعا بشكل عام بيبقى باين ان الطفل مش متناسب او طوله اقصر كتير من اقرانه، فساعتها بنبتدي نعرضه على المختصين لتحديد اذا كان هل فعلا عنده تقزم، هل التقزم ده اصله هرموني بيتعرض على لجان مختصة بيتعمل له تحاليل كتيرة، هل التقزم ده نتيجة سوء التغذية، بنبتدي نشوف يعني موضوع متخصص شوية، مرتبط صعب. اكتر بالمراحل العمرية مع معدلات أكيد. النمو. طب حضرتك واحنا داخلين استوديو كنت بتقول لي انه اطفال كتير يعني مصابين بالسمنة والانيميا، المعلومة اللي للأسف غايبة عن ناس كتير جدا، تقول لك لا ده وزنه زيادة، او ده دي صحته زي الفل، خلاص زاد في الوزن بقى كده كويس جدا. بالضبط، دي مشكلة بنعانيها برضو نتيجة سوء الثقافة في الموضوع التغذية ده، انه بيشوف ابنه ما شاء الله كده مليان وتقيل، فبيقول ان هو يستحمل، ودي حاجة احنا لمسناها على ارض الواقع، ان لقينا نسبة كبيرة
من الأطفال اللي عندهم سمنة عندهم أنيميا. وده طبعا بيبقى راجع بشكل أساسي لنمط التغذية اللي هو بنقول عليه الجنك فود، وإن هو بيأكل حاجات بتتخنه لكن هي مش بتغذيه خالص، مش مفيدة، ما بتقدملوش شيء بالضبط يعني. والسمنة من الحاجات الخطيرة جدا للطفل، لأنها بتستمر معاه بقيت عمره. انت عارفة حضرتك طبعا الخلايا الدهنية لما بتتكون خلاص ما بتروحش تاني، بنصغر حجمها وتزيد لكن بتفضل معاه، بيبقى ليها أمراض سكر وتبعات كتير جدا وعلى الحياة الاجتماعية. أنا هرجع مع حضرتك دكتور تامر واسألك عن يعني أعراض ونتائج السمنة أو أمراض التغذية أو سوء التغذية عموما على الأطفال، ممكن يبقى شكلها عامل إزاي واستمراريتها قد إيه. اللينك اللي جاي على طول هكون معاكم 153، بفكركم رقم الـ SMS 3835316 رقم التليفون. اسمع إذاعة راديو نيل، ميجا أف أم، راديو هيتس، نغم أف أم وشعبي أف أم في أي وقت وفي كل مكان. دور على أبليكيشن NRC من جوجل بلاي أو أب ستور واعمل له داونلود علشان إذاعات راديو نيل تفضل دايماً معاك. مرة تانية في العيلة مع دكتور تامر سمير، منسق مبادرة السيد الرئيس للقضاء على أمراض سوء التغذية، الأنيميا والسمنة والتقزم. دكتور تامر، يعني للأسف في ناس كتيرة جداً 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 أهل بيتخيلوا أنه أجسام الولاد بتختلف، يعني من مرحلة للتانية كل شوية بيتغير، النهاردة رفيع شوية، بكرة جسمه حيشد حيطول حبتين فمش حيبان أنه هو عنده كرش مثلاً أو تخين، يعني بيتخيلوا أن دي حاجة عادية جداً أنه يتخن في مراحل ويخس في مراحل تانية، يعني مش حاسين بخطورة أمراض سوء التغذية مع الأطفال، ولا الحقيقة هي حاجة بتشغلهم أصلاً. فإيه اللي المفروض يتم أو إيه اللي المفروض يكونوا بيلاحظوه الأهل عشان يجنبوا ولادهم المشاكل دي؟ بصي، هو أكتر حاجة ظهر عندنا واللي الأهالي يقدروا يلاحظوها بوضوح موضوع السمنة. ودوت يعني استكمال لكلام حضرتك، بيقولوا هيبقى بكرة كويس مش عارف إيه، لا، هو من شبع على شيء شبع عليه، فلازم يكون الوزن متناسب مع الطول ومع الحيوية، لأن السمنة من ليها أمراض كتير قوي أشهرها نعرفه اللي هو السكر طبعا، فما فيش داعي أنه يخش في سلسلة يفضل بقية عمره يعالج فيها. والمطلوب الهرم الغذائي ببساطة، أن يعني إحنا في مصر معتمدين بشكل كبير على النشويات والسكريات، والمفروض الهرم ما يبقاش كده، احنا المفروض بنعتمد على الخضروات والفواكه يليها البروتينات واقل حاجة النشويات والسكريات. ده جزء لازم يتراعى، وان شاء الله هيكون في شغل الفترة الجاية عشان زيادة التوعية الثقافية بهذا الشأن. ما دايما يمكن بتبقى عايزين نخليهم يلاحظوا اكتر فكره انه في اثار وقتية بتبان دلوقتي، انه لو مثلا طفل عنده أنيميا هيبقى عنده مشكله في كذا وكذا وكذا، وفي اثار هتستمر أو يعني للأسف هتفضل معاه فترات طويلة وهتأثر على جسمه بشكل عام بقى سنوات وسنوات قدام. بالضبط بالضبط، يعني مثلا لو خدنا مثال لكلام حضرتك على التقزم مثلا، إهمال عنصر الزنك هيخليه يخش في تقزم، هيأثر على حياته كلها، لو عايز يخش مثلا كلية حربية هيأثر على حياته الاجتماعية، فشيء هيفضل يدفع ثمنه باستمرار بقية عمره. الأنيميا والسمنة علاجها مع الأطفال، يعني لو خدنا بالنا من التغذية هيكون علاج سريع ولا جدا بياخد منهم بقى وقت ومتطلبات؟ لا لا خالص، يعني شهرين ثلاثة تغذية سليمة وبإذن الله كله بيتحسن. الأنيميا باختصار عشان السادة المستمعين لو محدش عنده معلومة عنها، هي بتبقى نقص الحديد في الدم، وده بيخلي الجسم كله يعمل بشكل أقل كفاءة، الطالب استيعابه في المدرسة بيبقى ضعيف، مجهوده بيبقى بتأثر على نشاطه العقلي كمان، مش بس بتأثر على النمو، بتأثر على التفكير وكل حاجة ليها تأثير. هرجع تاني مع حضرتك للمبادرة، وبعد تحويل الأطفال للمراكز الطبية المختلفة بعد رفع الأذان هكون مع حضرتك. لو عندكم أي سؤال ابعتولي على 153 رقم الـ SMS 3835316 رقم التليفون. طبعا صفحتنا هي نغمة في أم بالعربي وبالإنجليش. اسمع إذاعة راديو نيل، ميجا أف أم، راديو هيتس، نغم أف أم وشعبي أف أم في أي وقت وفي كل مكان. دور على أبليكيشن NRC من جوجل بلاي أو أب ستور واعمل له داونلود علشان إذاعات راديو نيل تفضل دايما معاك.
لسه معاكم في العيلة دكتور تامر. يعني احنا كده تقريبا قلنا كل التفاصيل الخاصة بالمبادرة، وبشكل عام اتكلمنا عن سوء التغذية وثقافة التغذية عند المصريين. لكن هرجع تاني للجزئية حضرتك يعني قلتها في اول الحلقة، كنت بتكلم على اما بيتم خلاص يعني اكتشاف الإصابة بالنسبة للأطفال المدارس، هنا بيتم توجيههم أو بيتحولوا لمركز أو لعيادة من العيادات التابعة للوزارة. حضرتك بتقولي يعني بيكون في كشف تاني ليهم هناك؟ بالضبط كده، للتأكيد يعني. بالضبط. وفي نقطة كنت حابب أنوه عليها، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي مخصصة خط ساخن للموضوع دوت اللي هو 106، ده شغال طول اليوم لأي استفسارات أو أي حد عنده مشكلة بخصوص أمراض سوء التغذية يقدر يتواصل مع الخط دوت، هيجاوبوه على كل استفساراته وهيوجهوه للمكان اللي يقدر يتلقى فيه الخدمة بالمجان. أرجع عشان أجاوب على سؤال حضرتك، إحنا الكول سنتر دوت بيكلم أولياء الأمور اللي أولادهم عندهم محتاجين علاج، وبيتم توجيه الطالب على عيادة التأمين الصحي عشان هناك بياخد الخدمة بالكامل بالمجان. هناك أول خطوة بتتعمل للطالب إن هو بيتعملوا إعادة فحص كاملة، لأن أنت عارف طبعا هذا بيبقى الفحص في المدارس بيبقى يعني ماسيف، ومحتاجين يتأكد من الداتا دي بدل ما يخش في مسار علاجي ملوش لازمة. ولما بيتعمل له إعادة فحص بيتحدد له بقى هيتعرض على أنهي لجنة. احنا عندنا لجان مختصة في التقزم، وعندنا عيادات للأنيميا والسمنة. بالنسبة للسمنة بيتحط له برنامج غذائي مناسب وبيتعمل له توعية قدر المستطاع عشان نغير في الثقافة الغذائية بتاعته. اللي عنده أنيميا بيتشاف أنهي نوع من الأنيميا، لو هي مجرد نقص حديد بياخد الأدوية اللازمة اللي تقدر تساعده في ده، وبرضه بيتعمل له تثقيف صحي. لو هو بقى عنده أنواع الأنيميا التانية بيبتدي يخش في مسارات علاجية بيحددها له الناس واللجان المختصة، وبيبقى فيه طبعا في الحالة دي في متابعة. بالضبط يا فندم، كاملة معايا. وانس انه اتحط على التراك في عيادة التأمين الصحي خلاص هو بيتابع فترة طويلة يعني لغاية لما يطمئنه تماما انه تم الشفاء. وبنفكركم تاني للهوت لاين الخاص بالمبادرة. أنا مبسوطة قوي الحقيقة أن كل المبادرات دلوقتي بقى لها خط ساخن أو طريقة للتواصل مع القائمين عليها، لأنه بدون الرقم ده بيبقى فيه مشاكل كتيرة جدا واستفسارات كتيرة جدا طول الوقت بتبقى ما بين الناس ومش عارفين يتكلموا مع مين أو يتواصلوا مع مين. ده حقيقي، هو القيادة السياسية عندها رغبة حقيقية في حل المشكلة مش مجرد حاجة شكل بس. صحيح. طيب احنا هنا بنقول أنه ده بالنسبة تم عندهم اكتشاف الإصابة مرض ما. حال بقى عدم الإصابة، بيتم مثلا تدوين ده على الكارت اللي مع الأطفال، ولا يعني بيتقال إزاي إنه لا الحمد لله هو خالي من أي من أمراض سوء التغذية؟ أي طالب بيتم فحصه بياخد كارت ومدون عليه اللي حصل في الفحص معه، سواء سليم أو عنده حاجة من أمراض سوء التغذية. فقط الأطفال اللي عندهم ديفكت هم دولت اللي بنتواصل معهم، لكن السليم خلاص بس، لكن بيستلم كارت برضو مع كل معلومات. بيستلم الكارت والفحص متكرر يعني كل سنة مثلا بيتم، ولا كل بصي عدد من السنين، ولا بيبقى شكله ازاي؟ احنا بقالنا هو ثالث سنة بنقوم بعملية الفحص وما زالت بتضيف بيانات. المرحلة الجاية دكتور هيكون شكلها عامل ازاي؟ تشمل ايه؟ الجديد. بصي هي المبادرة مستمرة سواء في تقديم الخدمة لمن تم فحصهم، وإن شاء الله هيكون في خطة جاري وضعها من معالي وزير الصحة للعمل العام القادم بإذن الله. يعني هنتعرف عليها كده من بداية السنة، هو ملامح دايما المراحل المختلفة بيبان مع بداية العام الدراسي الجديد. بالضبط. صح كده؟ بالضبط، لكن هو السنة دي هيكون بادية بقوة وهيكون متزامن معاها المشروع اللي أطلقه معالي رئيس الجمهورية بخصوص تغذية الطلبة بخصوص الوجبات المدرسية. بالضبط. صح كده اللي حضرتك قلت، إن شاء الله هي هتتقدم للطلبة بشكل جميل جدا، وبنراعي عندهم الجانب النفسي بشكل كبير، وده اللي حصل حقيقة في المبادرة الخاصة بالكشف عن النظر، واللي فيها برضو بيتقدم خدمات كتيرة جدا، ومن ضمنها انه الاطفال بتقدر ان هي تختار النظارات حتى،
ويبقى لها كده تحكم في هلبس ايه ومش هلبس ايه، دي لوحدها بتفرق كتير مع الاطفال. اكيد اكيد الجانب النفسي ليه بعد كبير جدا في بناء الشخصيه. فان شاء الله ده هيبان الفتره اللي جايه، واكيد يعني متخيله ان الوزاره يعني هتبقى بتراعي انه لو حصل انه في انتشار او التعليم بدا الترم الجديد اونلاين، هيكون في طريقه ما للتواصل مع الاطفال بشكل جيد. اكيد يعني. اكيد هي انت عارفه حضرتك طبعا الفتره دي فيها متغيرات كتيره عشان توقع وجود موجة رابعة او لا، فالحاجات دي بتبقى يعني بتتحط اول باول كده طبقا للمتغيرات، لكن ان شاء الله المبادرة مستمرة والخدمة هيتم تقديمها على احسن صورة. طب دكتور تامر، اخر سؤال الحقيقة هوجهه لحضرتك النهاردة، هل في اي مشاكل يعني حصلت الفترة اللي فاتت ان شاء الله تراعوها في المرحلة الجديدة، او وصل لكم مثلا شكوى، او في مثلا محتاجين اعداد اكبر من الفرق الطبية، ولا الموضوع كان يعني مدروس 100% وخططت له بشكل جيد بالتالي ما كانش فيه؟ مهما خططتي الشغل على أرض الواقع هتلاقي فيه معوقات تم أخذها في الاعتبار لتلافيها مستقبلا ان شاء الله كلها. يعني انا اللي بيهمني يمكن اكتر حاجه مش الدور الخاص بالدوله، لان انا متاكده ان كل حاجه مدروسه جدا، اللي بيخوفني اكتر يمكن اهتمام بقى اولياء الامور بالمتابعه، ان انا اجيبهم تاني واتاكد ان هم في كل معاد ليهم هيكونوا حاضرين وموجودين ومعهم الولاد. بالظبط، هو ده يعني كلام مظبوط ونقطه صعبه، لكن هنشتغل عليها من كذا جهه، وزي ما قلت لحضرتك هيكون الفتره الجايه في برنامج توعوي كبير على مستوى الجمهوريه عشان نعدل الثقافه الغذائيه في البيوت باذن الله. طبعا انا يعني مبادره زي دي الحقيقه يعني ليها كل الاحترام والتقدير وكل الشكر الحقيقه لسياده الرئيس ان هو مهتم بشكل عام بصحه المصريين، ومبادرات كتيره جدا تم اطلاقها الفتره اللي فاتت، ودلوقتي احنا نتكلم كمان على صحه الاطفال ومبادره خاصه بيهم، فدي لوحدها يعني تخلينا مبسوطين جدا ان شاء الله ومطمنين على صحه الولاد، واتمنى بقى يا رب كده من الاهل من الناحيه الثانيه بقى يعني يقوموا بالدور اللي عليهم أو الواجب الحقيقة اللي عليهم تجاه أولادهم. بشكرك جدا، وأنا يعني حاسة أن احنا كده تقريبا نتكلمنا في كل النقاط الخاصة بالمبادرة. بشكرك جدا دكتور تامر سمير، منسق مبادرة السيد الرئيس للقضاء على أمراض سوء التغذية الأنيميا والسمنة والتقزم، مرسي على حضورك وعلى كل المعلومات. شرفت بيك. وبالتوفيق إن شاء الله الفترة اللي جاية، يعني هنسمع أن احنا قضينا تماما على الظاهرة دي على الأقل يعني إن شاء الله. بشكل كبير في المرحلة اللي جاية مع السنة الجديدة ده بقى احنا موفرين لهم كل حاجه. بشكرك جدا دكتور تامر، نورتني. ميرسي. وبشكركم كل اللي كانوا معايا النهارده وسامعين الحلقه، بكره ان شاء الله هكون موجوده معاكم قبل ساعه من دلوقتي، من الساعه 3 للساعه 4 العصر، وهيكون معانا اكيد موضوع جديد، واشوفكم بكره ان شاء الله على خير. سلام. العيله مع مي انور الاربعاء والخميس من 3 ل 4 على نغم اف ام. العيله.